بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانك قاهر العباد بالموت، وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى من استنى بسنتك واهتدى بهديك إلى يوم الدين. بدايةً، وردت بالأمس عبارة تتعلق بمفهوم الإيمان والإسلام، والعبارة تحتاج إلى تصحيح، والأمر بالنسبة لنا حدث التباس. والمعنى الأجمل أن نستفيد من هذا الأمر، فنحن بشر، ورحم الله امرئ أسدى إلي عيوبي، لنؤسس أنفسنا: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. الخطأ اللي صار يتعلق، أو التصحيح اللي صار يتعلق في مفهوم أو معنى كلمة الإيمان والإسلام. الصحيح هو إنه كلمة الإيمان والإسلام إن التقيتا في آية إيش؟ افترقتا في المعنى. وقالت الأعراب إيه؟ آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه معنى وهذه معنى. وإن افترقتا، يعني إجت كل وحدة في آية، اتفقتا، يعني بصير معنى هذه هو هذه، وهذه بصير معنى هذا. لذلك اقتضى التنوين. نعود لاستكمال موضوع الأمس، وهو أثر الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يعني خلينا المفردات اللي تكلمنا عليها إحنا بالأمس نجمعها في نقاط كما وردت أو كما هي بين أيديكم. يكفي إن كان الله سبحانه وتعالى في قلوبنا فهذا يحرر الإنسان من عبوديته للآخر. من كان الله سبحانه وتعالى في قلبه فهو لا يخشى في الله لومة لائم. من يكون الله سبحانه وتعالى في قلبه دائما يكون واثق الخطوات. معي رب العالمين، مش حخاف حد. وليس معنى ذلك أن يعطينا هذا الإيمان تفلتا في السلوك، لا، أنا معايا رب العالمين وأنا على حق، أنا على صواب. فليس معنى ذلك إنه يكون أسلوبي فج، غليظ، قاسي، لا، بدي أكون أنا فاهم الوسائل والطرق اللي ممكن أوصل هذا الحق للآخرين أو للآخر. حتى مش معنى ذلك إنه أنا، يعني هذا بيدخل في ضمن السياسة الشرعية في ممارسة الناس مع أحوالها في المجتمع. ف
فالخوف بروح، لكن ليس معنى ذلك، لأن الخوف ممكن أن يقع أو نقع في وقاحة السلوك أو ردة فعل السلوك، إنه أنا مش خايف وأكون غليظ قاسي، أملك شكل من أشكال الوقاحة في صد الباطل. بدنا ندير بالنا من النقطة هذه. إذا كان الله سبحانه وتعالى مخافة الله أو إيماني بالله نزع مني الخوف، فليس معنى ذلك إلا أن أكون وقورا هادئا في إيصال الفكرة للآخرين. بدون ذلك حنقعد مشاكل. بمعنى لابد أن ننزع من أنفسنا سيطرة الآخر علينا. أول حاجة، الأعمار بيد الله والرزق بيد الله، خلص اشتمل الإنسان، لا أنت بتطول عمري ولا بتقصر عمري، ولا أنت باسط رزقي ولا قابض رزقي، فلما الخوف؟ ولا يعني ذلك إلا الضوابط اللي أنا حكيتها، إنه لا يدفعني الثقة بالنفس المبالغ بيها إلى مزيد من الوقاحة أو مزيد من التسلط بحجة إني أنا صاحب الحق. الحق له أدوات، الحق له وسائل، لا يعني أن نعتدي على الآخرين. إيماني بالله بيعطيني نوع من أنواع الثقة والإطمئنان، فلا رهبة ولا خوف إلا من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أنا ناصح للآخرين علينا أن نجسد أدب النصيحة، وين؟ كما علمنا إياها القرآن، كما علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام، كما علمنا إياها العلماء. لأنه زي ما قال ابن تيمية، ليكن أمرك بالمعروف معروفا، بالكلمة الحلوة، وليكن نهيك عن المنكر بأسلوب غير منكر، يعني الكلمة الطيبة، يعني أنا جاي أنهى عن المنكر بأسلوب هو في الأصل غليظ منكر. شوفوا كيف علمنا الأدوات النصيحة. وإذا كان نهيك عن المنكر سيؤدي إلى منكر فلا تنهى عن المنكر. شوفوا كيف، بمعنى علينا أن نتصيد الوقت المناسب والزمان المناسب والكلمة المناسبة حتى ننصح الآخرين. ليه؟ لأن النصيحة هي استعداد نفسي وعوامل نفسية، عندك قبول في الوقت هذا، شو لون الكلمة اللي ممكن أنا أوصلها عشان النصيحة ما تكونش هباء منثورة. لأنه ممكن الثقة بالنفس المبالغ فيها تؤذي الآخرين، وبكل بساطة ممكن المستمع يقول لك حل عني، كل بساطة، طب ما هو أنت السبب لأنك سببت الأذى النفسي، صح؟ سبحان الله، ألم يقل لنا القرآن عن الحبيب عليه الصلاة والسلام لو كنت إيه لانفضوا؟ شوف سبحان الله، يعني كان أساس الدعوة الكلمة الطيبة في كل خط سيره وفي حياته حتى مع الصحابة، علمهم. هذه هي الثقة، هذا هو الإيمان بالله. وأنا دائما بركز معنى الإيمان الحقيقي في السلوك في المعاملات، هذا هو هدف الإيمان، هذا هو هدف العبادة، هذا هو هدف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وهو الغني عن العالمين
يريد منا أن نكون بشر أسوياء، أنقياء، أتقياء، أخيار، مميزين في سلوكنا وأعمالنا ونياتنا. وإلا أصبح الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعني كلمات عادية. هل الإيمان بالله سبحانه وتعالى جسد الرهبة والخوف من المولى عز وجل ولا لا؟ اسأل السؤال هذا لنفسك، لأن رب العالمين قال فإياي فارهبون. الخوف لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، الخوف من إتيان المعاصي اللي سيؤدي بالمناسبة إلى ضرر عليك وعذاب وعقاب من رب العالمين، لأن النفس جبلت على الفطرة الطيبة الحلوة الجميلة. استحالة أن تجدي إنسانا يقدم على معصية دون وخز الضمير، مستحيل، لأن الأصل في الإنسان أنه جبل على الخير، جبل على التعامل الحسن مع الآخرين، جبل على الفضيلة. الشر استعداد طارئ، مش الأصل في الإنسان، لأنه بدليل مهما كان الإنسان عاصي لرب العالمين ونادينا عليه وحكينا كلمة كده ولا كده، نرى ملامح الوجوم والسكينة وتعذيب الضمير والخوف، نرى ونلاحظ ذلك في قسمات وجهه وفي شرود نظراته وفي آهات الناتو اللي بتطلع من جواه. هذه كلها عبارة عن سيكولي، ردات فعل بتطلع نتيجة لإيه؟ للسلوك المشين اللي عمله، لأنه الأصل الفطرة الطيبة في الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليها. طب ليش قلوبنا قست؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. القرآن اتخذناه مهجور، الذكر مهجور، الصلاة على الحبيب اللهم صلي عليك يا حبيبي يا رسول الله مهجورة إلا من رحم. فالقلب قسي. ألم يقل المولى عز وجل ألا بذكر الله، حالة من الاسترخاء والراحة والاطمئنان والسكينة تتنزل على مين؟ على قلب الإنسان اللي يستحضر المولى عز وجل في كل خطواته، في كلماته، في سلوكه. هذا هو الأثر في إيش؟ في إيماننا بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أن نقدم على الله سبحانه، إذا آمنا بالله يعني مش هنضيع أوامر الله، لا فروض ولا ها، خلينا على الفروض، إن إجت النوافل خير وبركة، بس خلينا على إيه؟ على الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها كواجبات، نشوفها نحافظ عليها. لكن دايما أنا بقول لكم إذا الإنسان استمرأ المعصية يا لطيف عناته، هذه إشكالية تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى تفكيك. الأمر أسوأ حاجة ممكن اللي هي استمراء الإنسان، خلاص يعني معنى ذلك أنه نظام المحاسبة مضروب، نظام الضمير يعني خرج ولم يعد، يعني شغلات كثيرة مترتبات على الأمر هيك. فإتيان الطاعة بأيا كانت، صغيرة كبيرة يا بنات، شوفوا كيف، ولا تستهينوا بأي شكل من أشكال العبادات والطاعات مهما شوف. حتى لو قلنا إماطة الأذى عن الطريق، شوف ما أبسطها،
بمعنى طب كم من الظواهر نشوف ممكن تأذي الآخرين؟ زي شوف أحيانا كثير منشوف يعني بعض الظواهر يكون قاعدين على الدرج، البنت بتترك الأكل، علبة الكولا أو الشيبس بتتركها محلها، صح؟ أحيانا كثير. طب يعني هل السلوك هذا أنا لا أفصل السلوك ككل كإيمان ككل؟ أثر الإيمان بالله سبحانه وتعالى كبير في قلوبنا. عشان كده هناك بعض المظاهر اللي ممكن تعتبر أو يعتبرها العلماء من مظاهر الانحراف عن التوحيد. البند الأول وهو الأخطر اتخاذ الند الشريك مع الله سبحانه وتعالى. ربنا نبه على خطورة هذا الأمر في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الذي آمن واستقر الإيمان في قلبه سيكون أكثر حبا لله سبحانه. ولا يعني ذلك إنه إحنا نلغي الحب كرابطة إنسانية تجمع الناس، يعني مش معنى حب لله إني أنا ألغي حبي لأبويا لأمي لزوجتي لأولادي لأقربائي للمجتمع ككل كقاسم مشترع يجمع بين الناس، لكن حب الوطن غريزة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلع من مكة قال قولته المشهورة أحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن ما خرجت، صح؟ قديش غالي الوطن، لكن تحت مظلة الله، لأن حب الله هو الضابط، هو العاصم، هو القاسم المفرق بين الصح والغلط، الجامع المميز. فاهمين؟ اللي على أساسه إنه أنا كله تحت مظلة الله سبحانه وتعالى، هذا هو حب الله عندما يتجسد في قلب البني آدم، بيقرب مش ببعد، بيساعد مش بيأذي. شوفوا كيف. عشان كده بدنا نخلي بالنا إنه نحب. أحيانا تورد إلنا بعض الكلمات يا بنات نسمعها، بحبك حتى العبادة، يا سلام، حب حتى العبادة. كيف بدها تبين حالها إنه يعني طب هذه عقائديا يعني هذه تعبدي يعني؟ لا أنا مش قصدي، أنا ببين إنه قديش مستوى الحب. يا جماعة الدين ما فيش هو دين ولا تين يا جماعة؟ دين. إذا لم يستوي اللسان مع الفكر مع الإيمان بالله معناته صار الإنسان بيتكلم أي كلامه. لا، نحن بقاسم إنساني منحب بعض على عيني وراسي، لكن تحت مظلة الله سبحانه وتعالى ما في مجال إنه إحنا نخطئ. زي كتير من الأخطاء اللي المنتشرة لما أجي أقول أنا لا حول الله وبقف، لا حول يعني لا إرادة لا قوة لله، وقف. طب كمليها، لا حول ولا قوة إلا بالله، استثناء لا حول. لما إن وقفت معناته إحنا قاعدين زي نشتم رب العالمين إحنا، أو ننزع عن الله
صفة الإرادة والقوة. طبعا سبحان الله، وأنا عشان هيك دائما الأمور العقائدية هذه كتير فيها من الأخطاء الشائعة عند الناس، يعني جهلا بحسن نية، لكن عشان كده العلماء قالوا عبادة العالم فيها فرق بينها وبين عبادة الجاهل ولا لا؟ بالتأكيد العلماء دوما هم مميزون عند رب العالمين، دائما فيهم صفة التميز، لأنه ما بيحكي كلام هيك، ما بيحكي كلام من فراغ. فندير بالنا، لأنه زي ما قالولنا مقتل الرجل بين فكيه اللسان. أو نحن محاسبون على ما تقوله الألسن لما سئل الرسول؟ فايش قال له الرسول؟ فكلتك أمك، يا أبا عدمتك أمك، وهل يكب الناس في جهنم إلا من حصائد الألسنة هذه؟ ما فيش حاجة اسمها نية ومش نية ومش قصدي وما لا، الدين نضيف رطب. فخلي حبنا لله سبحانه وتعالى هو العنوان. أيضا الهوى، يا الكلمة هذه فيها إبداعات. إن لم يكن الإنسان الضابط ولا ضيع الناس إلا الأهواء، أبدا هذا حالهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه، خلاص أفأنت تكون عليه وكيلة؟ هذا ميؤوس منه، لأنه الشيطان تمكن منه. دائما إحنا بنحكي طب كيف نتخلص من الشيطان؟ أن ننتصر عليه بإيه؟ بالفضائل، ننتصر عليه بالأخلاق، ننتصر عليه دوما أو على الدوام بذكر الله. تعرفوا إبليس في الحديث قال أهلكت بني آدم بالذنوب، لكن هم أهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. بنجن، بنبسط إبليس لما بينبسط لما البني آدم بيعمل معصية، وبيفقد صوابه لما يسمع الاستغفار مني أو منك عندما نقدم على إثم أو على معصية. فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شوف الخطر وين، إنه بيوهمنا الشيطان كاتب كان، تلفزيون كان، قصة كانت، رواية كانت، فيلم كان، على إنه هذا هو الطريق الأمثل للوصول إلى الفضيلة، وبكون كل الطريق إيش؟ أهواء ورغبات. بدنا ندير بالنا من هالقصة هذه. كتير أحياناً بنسمع رواية في فيلم أو فيلم، خلوا بالكم معي، والقصة تدور أحداثها إنه طبعاً الفيلم العربي دائماً كله قصة الحب، هذه يعني إبهارة أي فيلم عربي، ولا يمكن، حتى أصبحنا مصابين بالداء هذا زي الأفلام الهندية. طيب بتكون قصة الفيلم عايزة توصل لنا إنه لا يمكن أن تستوي العلاقة الزوجية إلى بقصة حب، عشان يتفاهموا، عشان يشوفوا يعني إيش يعني يلتقون مع بعضهم البعض بأفكار أو لا يلتقون.
ما شاء الله. طب أنا بدي أحل وبتخيل لك القصة، لا يمكن أن تقوم العلاقة وتنجح الزواج إلا بالموضوع هذا عشان يتفاهموا، عشان يكونوا قريبين، وفي رواية أخرى قريبين من بعض. طيب أنا بدي أسأل سؤال ببساطة بوضوح، الرجل لو أدرك حقوقه وواجباته، والمرأة أو الفتاة أدركت حقوقها وواجباتها، حيختلفوا على إيش؟ لا الحاجة. ما هي عرفت حقوقها وواجباتها حتعرف تتكلم متى، حتقصر لسانها، كل المفردات اللي بده إياها الرجل حتلاقيها في لأنها عارفة اللي إلها واللي عليها. والرجل نفس القصة، لا حيعمل حاله عنتري بن شداد، ولا حيعمل حاله قيس، ولا حي لا. وهي التانية مش هتعمل حالها مجدولين، ولا هتعمل حالها يعني لا، هتعرف حالها ما لها وما عليها. انتهت القصة ولا لا؟ انتهت. لكن من يهدي إلينا سبل الرشاد؟ من؟ وأنا بتصور يمكن أكبر مثال على نجاح أبوك وأمك، أظن بتهيالي أبوك تلوح كتير في عشان ولا كان زواج كله إيه؟ عادي جدا تقليدي، يختاروها وكذا، ويعني بمواصفات إنه بنت ناس وكذا صح؟ لا قرأت رواية مجدولين ولا قيس ولا يعني ما فيش يعني ما ولا أخذت دروس في أبدا، لكنها كانت تذهب إلى بيتها وهي لا تحمل إلا الحب والإخلاص لبيتها، خلاص أمينة على بيتها، أمينة على ماله، أمينة على أبنائه، والحمد لله رب العالمين. يعني مش الوضع ولا ما مشيش ممتاز، إلا يعني باستثناء كذا وكذا، نزعت الأحقاد من قلوبهم سبحان الله. لكن أهواء نتبعها هنا وهناك بدنا ندير بالنا منها حتى لا نقع في خطايا سلوك خارج عن أخلاقنا، خارج عن ديننا، عن توجيهات محمد عليه الصلاة والسلام. بدنا ندير بالنا أيضا من مظاهر الانحراف عن التوحيد، عبادة رجل ذي سلطان، وهذه من أخطر القضايا التي نمر بها في النظم السياسية في العالم العربي. احنا دائما شخصية الرئيس الكاريزما بتاعته مقدسة لدرجة العبادة، يعني ممكن الواحد يسمع شتيمة سب الذات الإلهية عادي، لكن إن شتمنا القائد الرئيس الملهم تصير يعني مصيبة من المصائب. أصبحنا أكثر غيرة على زعمائنا من غيرتنا على الله سبحانه وتعالى. طب هذا دين؟ هذا إسلام؟ هذا وطنية يعني الصح هيك؟ لا. دائما بستذكر تلكم المقالة اللي كتبها الدكتور بسام جرار أثناء ما كنت في الجامعة الأردنية، كتب مقالة عن يعني كيف المواطن العربي بيقدس الكاريزما بتاعت الرئيس على اعتبار أن الكاريزما الرئيس هذا ملهمة تفهم في كل شيء. شوف درجة التقديس، إنه الزعيم هذا بصير سبحان الله بس مجرد ما يصير رئيس كلامه ملهم، توجيهاته حكيمة، بغلطش،
حتى زوجته الهبلة بتصير سيدة مثلا فلسطين أو مصر الأولى أو الشام الأولى أو العراق الأولى. يا عم الله يخليك بس على رسلك يا أخ العرب بالراحة. فكتب المقالة كيف وهو يتعجب، أيعقل أن الرئيس بفهم في كل حاجة؟ طبعا بذاك الأسلوب الساخر قام سيادة الرئيس بزيارة مفاجئة لتفقد أحوال الكلية العسكرية، وبعد أن اجتمع مع القادة أبدى توجيهاته ماشي، ثم قام بزيارته قاعدة الطيران والتقى مع القيادة فأبدى توجيهاته. قلنا يمكن الرئيس خريج كلية حربية وبفهم في الطيران وبفهم في القوة البرية والماشي الحال. ثم اتجه إلى إمعان أو إلى سين وقام بزيارة مصنع للأخشاب فأبدى توجيهاته الحكيمة بعد أن اجتمع مع صناع الخشب، فصار الخشب يطلع بدل ما يطلع بالطول يطلع بالعرض. وأثناء العودة قام بزيارة مزرعة بيض فأبدى توجيهاته الحكيمة فصارت البيضة تطلع هالقدي. المقصد على رسلك أيها الرئيس تفهم في كل شيء. يعني لهالدرجة وصلت الشعوب إلى درجة الاستحمار. طبعا هو عنوان لكتاب اسمه النباهة والاستحمار، متى تكون الشعوب مستحمرة ومتى تكون الشعوب نبيهة. طبعا الكاتب علي شريعتي كاتب إيراني بس مش زي الإيرانيين يعني من أصحاب الناس الفكر المتفتح، ليست على تشيع المذهب الإيراني. فلا نبحث عن فراعنة جدد، مش محتاجين، ما حدش، نحن بشر نخطئ ونصيب نحب ونكره، هذا هو. أما فرعون لا أريكم إلا ما أرى، لسنا في حاجة إلى فراعنة جدد. وكأنهم يحملون راية الرشاد لوحدهم. لا، أنا إنسان، أنا إنسان قبل ما أكون رئيس وأخطئ وأصيب، صح؟ فلا بد أن ننزع صفة التقديس عن أي بشر. لكن إحنا سبحان الله طلعوا قديش. أنا أذكر عندما مات عبد الناصر خرج قطاع غزة يعني شبه حفايا عرايا، مات زعيم القومية، مات زعيم فلسطين. إحنا ارتباطنا بعبد الناصر مش طبيعي. طيب لما مات أنا فاكر المنظر كويس، وأنا بعد ما روحت وطلعوا الناس يخبطوا بقول ليش، طب هو مات ليش حرقنا كوشوك؟ عشان يخنقنا؟ ما هو حتى وسيلة التعبير تنسجم مع مقياس الحماقة في الحب، صح؟ فدائما إذا أردنا أن نحب فتحت مظلة الله فلا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. هذا اللي بدنا ندركه وهذا اللي بدنا نكون على وعي فيه، إنها العبادة الحقة اللي قال عنها العلماء أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة
والأعمال الباطنة. الأعمال الباطنة اللي هي بتتعلق بالاعتقاد، شهادة أن لا إله إلا الله. الأعمال الظاهرة، كل إشي ظاهر، صلاة، صوم، حج، زكاة، كل هذه الأعمال الظاهرة. يعني العبادة اعتقاد بيوجه السلوك. ما دمت آمنت بالله، طب ما احنا آمنا بالملائكة، بدي أستثمر كاعتقاد، أؤمن بأن لله عز وجل جنود ومن جنوده الملائكة، 1، 2، 3. طب أين أثر ذلك؟ الملائكة وينها؟ ما هي الله يراقب عن طريق إيش؟ قاعدين الجماعة لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة إلا وإيه؟ في كتاب. ويوم القيامة إيش؟ خذ كتاب، هاي الكتاب، كفى بنفسك عليك اليوم وكيلا. أنت يلا خذ، افتح الكتاب. موقف عصيب، موقف مخجل. عشان كده العبادة لابد أن ترتكز على إيه؟ أول قاعدة النية، هذه الأساس. وبضيف جنب النية يا بنات إيش؟ التخطيط، الإدارة. أنتوا لاحظين في حياتنا، استفيدوا من هالفقرة، في حياتنا والله أنا نيتي هيك بس طلعت هيك، ما فيش حاجة في الدين طلعت هيك وطلعت والله أنا بدي أنام بدري عشان أصحى، لكن ما صحتش. ليش؟ في إشي غلط بكون. المنبه الذاتي ما عالجتيه صح. أيعقل الساعة 10 11 12 يروح ياكل الواحد وجبة عشاء دسمة وممكن بده يصحى على صلاة الفجر؟ مستحيل، إلا إذا متعود، هذه شغلة تانية. بس مستحيل إنه إنسان يعني يقدم على أكلة يعني ترهقه ليلة، إنه الدم بيهرب إلى المعدة، بيهرب من الأطراف. ليش إحنا دائماً بعد ما نأكل كتير تجينا رغبة في النوم؟ لأنه الدم بده يواجه الكتل الإسمنتية اللي حطيناها وين؟ في المعدة، فبيهرب من الأطراف، فيشعر الإنسان برغبته للنوم. طب بدك تصحي بدري، بدنا نصحى بدري وإحنا ماكلين أكلة يعني إدارة، تخطيط. ألم يعلمنا الحبيب عليه الصلاة والسلام وين؟ عندما هاجر، حط علي رضي الله عنه حط في الفراش، غير السير، الطريق المعاكس، الغنم، الأكل، ثم بعد ذلك طلعوا، أخذ بالأسباب كلها. والله يا رسول الله لو نظر أحد تحت قدمي لرآنا. هو أخذ الأسباب، قال له لا تحزن، شوف إن الله معنا. بعد أن أخذ بالأسباب ودرس الموقف، توكل على الله، إدارة، حسن تخطيط. أي عبادة، أي عمل يا جماعة، إن لم يقم على التخطيط وحسن الإدارة لا عبادة حتنفع ولا حتى عمل حينفع. ليش إحنا أمة نملك الثرثرة أكثر من العمل؟ عشان كده أغلب الأعمال اللي إحنا منقوم بيها يعني لا نصل إلى النتائج المرجوة في حياتنا، لأنه تقتلنا الأحلام وتسيطر علينا الأماني، ودائما سرحانين وراكبين هالطيارة طب شوية بس ننزل مع بعض يعني على الأرض. لا. طب يا عم انت معاك الزاد للطيران؟ لا. طب خلي بالك 5 دقائق بعدين راسك حيخبط في شغلة الصحيقي، بتنهيدة تطلع من أعماق قلبك.
لأنه بعد ما سافرت بأحلامك وكذا اتذكرت الواقع، بتنهيدة طالعة من كل جوارحك. طب خلينا ننزل شوية، مش غلط الأحلام، الأماني مش غلط، لكن الموضوعية والواقعية مهمة جداً. إذا كنت أنت وأنا نرسم أحلاماً فللأحلام وسائل وطرق يمكن أن نصل من خلالها إلى النقطة اللي أنا بدي إياها. لكن إن ظل الإنسان يتقاعس عن عمله، يتقاعس عن الواجبات، وتسيطر عليه الأحلام، هيهات هيهات. مرة أخرى منقول إنه الأمانة حلوة، بس خلينا نخطط. أي عمل للعبادة بده يكون نية وفي تخطيط إدارة. ثم دوما نبحث عن الصدق، إن كنا صادقين لابد أن نملك بعد ذلك العزيمة. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ناس صادقة عبر التاريخ، ناس كثيرة صدقت ووعدت ووفت، لكن لسبب أو لآخر ما وصلت. فعشان كده لابد أن نملك العزيمة والإصرار في إتيان أي عمل، مش العبادة، لكن إحنا مسار حديثنا العبادة. لابد أن تكون عزيمة غير منهزمة من الشيطان وغير مسيطر عليها من الأهواء. وأنا باختصار في نهاية حديثي بقول: من سكن الحب، حبه لله وحبه للرسول، إذا سكن هذا الحب في قلوبنا كان هو سبيل الرشاد وكان هو سبيل الهداية. أما غير ذلك فيعني سبحان الله بيكون الرد واضح: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويا رب يهدينا وإياكم إلى سبل الرشاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.